وصفتي لهذا اليوم راح تكون وصفة تركية معروفة جدا في المطبخ التركي، لكن اليوم احنا راح نسوي اكيد بطريقتنا الخاصة اللي راح طبعا راح تكون متكونة من مكونات. هو عبارة عن تكة لحم مع البابا غنوجي، يعني مع المتبل باذنجان. طبعا اكيد الدمج ما بين هذه الوصفتين، كان احنا نحب احنا المتبل باذنجان وايضا نحب التكة، لذلك راح ندمج هذه الوصفتين بوصفة واحدة وطبختنا لهذا اليوم. طبعا اكيد المقادير راح تكون سهلة حتى نقدر نسويها لهذه الوصفة، عبارة عن تكة، لكن انا مستمر بهذا التكنيك، مستمر بالتكنيك انه انقع التكه اكيد بالحليب. نعم، هذا التكنيك مهم جدا حتى نحصل على طعم ونكهه كلش طيبه للحمه، وايضا على طراوه وايضا على لذه، لذلك هنا أنا هذا التكنيك متبع في هذه الوصفه. طبعا اكيد مثل ما تشوفون ان انا المقادير لعمل هذا النوع من الوصفات وهذا النوع من الاكلات هو يعتمد على تشكيله كامله من البهارات، يعني خلطة البهارات اللي موجودة هنا اللي راح نسويها هي جدا مهمة بهذه الوصفة حتى تعطيها روحية وتعطيها طعم كلش طيب. مع ذلك انه احنا مختارين لحم من الفخذ، لحم غنم، لحم صغيرة وحلوة، انه ما راح تتأخر حتى تستوي، لكن تأخذ كل النكهة اريدها، تشبع بالنكهة هيك، تأخذ نكهات، تأخذ طعم، تأخذ نكهة. وباقي هنا شنو؟ الباقي هنا انه الباذنجان مع شوية ثوم مع شوية بهارات، نفس البهارات اللي راح اخليها على اللحم، وايضا راح يكون في عندك هنا اللبن اللي هو لبن الزبادي. وعيش ايامك. نكتب المقادير اليوم ووصفتنا التركيه المعروفه جدا، اكيد راح تكون متكونه من طبعا علي النازك، راح يكون ويها او بيها طبعا اكيد لحم غنم، راح يكون بيها باذنجان مشوي، راح يكون بيها لبن زبادي، خلطه مال البهارات خرافيه راح اقول لكم شنو هي، بالاضافه الى معجون الفلفل. ايضا راح يكون عندي هنا استخدام شويه من الكمون، الزبده مهمه ايضا، الدهن او الزبده راح استخدم هنا شويه الزبده، او ممكن استخدم هنا زيت الزيتون. تمام، وكل هذه المكونات راح تكون موجوده. طريقه التحضير راح تكون سهله حتى نقدر نسوي هذه الوصفه بطعم ونكهه كلش لذيذه، لذيذه جدا. بالبدايه نسوي الشاشه، خلينا نقيس بس هنا حتى يكون عندك الموضوع صحيح. ايوه تمام التمام. بلشنا احنا، راح تكون مثل ما ذكرت هنا راح يكون عندك عمل قطع خفيفه، عمل قطع سريعه. اهم شغله بهذه الوصفه مثل ما ذكرت انه تكون عندك الوصفه هذه المكونات بسيطه جدا. ها علي نازك، وصفه تركيه مشهوره جدا بالمطبخ التركي، اليوم راح نبلش نسويها. اول شيء عندك البهارات او خلطه البهارات اللي راح اسويها، اللي راح تكون متكونه من الكمون، جبت كزبره، اكيد البابريكا. تمام، هذين مهمات. ترى نبلش بالبدايه، اخذ البهار، اخلي هنا شويه من الزعتر الاخضر البري، فلفل اسود، كزبره وكمون، واكيد 100% راح يكون عندك هنا شنو استخدام البابريكا المدخنه. بعد ما اضفت هذه البهارات، انا دائما الحلو بي انه اخلي لها ملح حتى لا انسى الملح. حتى ليش ننسى الملح الان ونجي ننسى الملح وتعال الملح وروح الملح؟ انا اضيف شويه ملح، وراح اضيف ايضا على اللحم شويه ملح. بعدها بلش اخلطني يا عيني، اخلطني شلون بهارات خرافيه ريحتها كلش طيبه، كمون وكزبره، طبعا اكيد هنا بابريكا مدخنه، تطلع عندك هذه التشكيله مالت البهارات خرافيه والله، شلون ريحه طيبه، فلفل اسود، زعتر اخضر بري، كمون، كزبره وبابريكا، هذه البهارات. ارقام الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه، اللي عنده وصفه منا طبخه منا احنا حاضرين وجاهزين. احنا شنو؟ حاضرين وجاهزين. راح ابلش اصفي اللحم من الحليب. تمام، بهذا الشكل. طبعا اكيد مو بس لحم، لحم وليه حتى اشيش على راحتي. بعدها راح اجي اخلي له شنو؟ راح اخلي له البهارات. اتفقنا على انه نضيف له شنو؟ نضيف له البهارات يابا. بعد ما خليت البهارات اقلبه مع بعضهم البعض، اقلبه بهذا الشكل. اهم شيء انه يتبل كل الزين، وتبلني يا عيني تبلني، يعني لو ما كان موجود اللية كان خليت له دهن، بس ما طول موجود اللية ما يحتاج بعد. اللي راح اسويه هسه شنو؟ عيوني اشيش على راحتي. تعال تفاصيل، تفاصيل يا عيني. علي نازك يابا،
على نازك، أهم شيء يكون نازك. يا سلام يا سلام، شاش حلوة، الوضع مرتب، أهم شيء يكون عندك هنا تخلي شوية اللية داريها، اللية داريها حب أشكالات، ها تمام، حتى شنو يكون دهين شوية. اللي يحب اللية أهلا وسهلا، اللي ما يحب اللية شلون، اللي ما يحب اللية نقول له أنا آسف أعتذر من عندك، تمام. طبعا أكيد هنا راح أخلي وياها شنو، راح أخلي وياها شوية الزيت أو شوية الزبدة، أنا راح أخلي زبدة، زبدة أطيب. داريني أداريك كابتن، داريني أداريك، تمام أداريك. اليوم بعلي نازك، بعلي نازك اليوم راح أداريك، وبعيوني أخليك كابتن دلل. ويلي أويلي 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 أويلي، هو والدهن، شوف هو والدهن كابتن، حل وشد. ويلي خبل، ها على الفحم 100% أطيب، على الفحم 100% أطيب يعني. زين يلا ناخذ اتصال هاتفي. ألو مرحبا. مرحبا، هلا هلا عيوني، هلا وي أشلونك ابني؟ والله أنا على طول متابعتك، وي أنا على طول متابعتك، ربي يحفظك ربي يخليك يا غالي أنت، سوي دحق، أنا على طول متابعتك، الله يحفظك صحة وعافية يا ربي، أمريني أمي الله يخليك. البيحة وحدي غطتني كثير، حكيت معاك قلتك أنت تحكي كثير، ليش تقول لك الشكل؟ صار صار تامرين أمر، شنو الموضوع حمص؟ ما حتى افتهم؟ اي ها ها، عادي عادي أمي، عادي عادي عادي، احنا نستقبل كل شيء. اي 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 حمص، هسه وصلت الفكرة؟ قبل شوي ما وصلت الفكرة، يعني لازم غير لازم أعرفاني. عيوني انت، قلبي انت، ممنونك انا جدا ممنون، ممنونك. اي اي والله، اي والله ضروري ترى، لا بالله لا لا بالله لا 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 لا، تخبل تخبل بس دبها، عيش ايامك مو بس حياتك، شوف عيش ايامك وحياتك، تشوف خلي تخبل دباوع 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 الشيش، دباوع على الشيش. هذا الشيش شنو يحتاجه بعد على نازك؟ هو نازك ها. علي نازك، علي شبيك تضعك، تعال يا بالتفاصيل، تعال تعال، ولا يظل السولف ابني، لا يظل السولف، اللي ما تشيش صحيح ارجع شيشه صح. زين هاي وياها الصوص، مثل ما ذكرت الصوصة مالتها راح تكون عبارة عن، قلت لكم تبل مال باذنجان، تبل مال باذنجان طبعا، وتعتبر من الوصفات المهمة جدا بالمطبخ التركي، ويقول لك ها ها علي نازك، علي نازك ها آه. تعتبر من الوصفات جدا مهمة، تمام. آخر شيء تشوفون شلون الخلق اليوم عندي، اليوم عندي خلق مخيف، والله عندي خلق مخيف، بحيث كل اللحم سويته، بالعادة سوي لي كم شيش ها، اليوم كله سويته، اليوم فول فول راح تشوف ها آه. خلق عندي خلق ها آه. طبعا باكر الخميس وما أريد أزعل، اليوم أربعاء ها آه. باكر الخميس وما أريد أزعل، ورا ما خلصت قلت لكم أنا آخر شيء ما أخلي لها شوية ملح، هسه صارت عدة كاملة، قلت لكم انه اخر شيء هم ارجع اخلي لها ملح، انا كلش احب انه املح اللحم كل زين، حتى شنو؟ حتى ينزل، تنزل العصارة ماتت، تنزل المونة ماتت. يا سلام يا سلام، يلا شوفه شوفه، يلا على راحتك على راحتك كابتن، على راحتك. يا اذا عندكم انتو اذا عندكم طبعا، اذا موجودة عندكم، بس غير يقول اذا موجودة عندكم منقلة وفحم أموركم طيبة، وحديقة أموركم كلش طيبة، سوى أجواء كلش حلوة تمام التمام. ويا السلام سلم على طبختنا، يا السلام سلم، وين الزبدة؟ دلحة زبدة كابتن، مو كل الزبدة، لأنه الزبدة الباقي راح أسوي بها البابا غنوج الحار. باي باي يا عيوني، باي باي. إيه إذا عندك بال، إذا عندك على الفحم تخلي الزبدة يا أما تسيحها وتخليها على اللحم دايركت، زين هيك بهذه الطريقة.
اثناء او اثناء الشوي، لا طبعا اثناء الشوي. بس هي لانه هي هديه ما تحتاج انت الدهن. يعني ما تحتاج. طبعا كابتن طبعا عيوني انت. يلا وحده وحده، حبه حبه يا علام. يا سلام. انا ما اسوي شيء عادي. زين، عيش ايامك بكامل قواك العقليه. بنكهة الزبدة تخيل وياي شلون راح يصير عندك الطعم. هي اللعبة هنا، اللعبة هنا كابتن. الله، عيش ايامك، عيش ايامك. طاولة ثانية، طاولة ثانية بيها هم زبدة. ها قلبي، هم بيها ثلاث خواشيق اربع خواشيق من الزبدة. يلا اتصال هاتف. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني. شلون صحتك؟ هلا بالغالي. هلا بالذهب. هذا هسه تسوي سكه دجاج. اي نسويه، حتى لو نسوي لك تتبيله، التتبيله تطلع هم يطلع زفر. ليش؟ تكه دجاج. نعم. هاي بسيطة. أول شيء لازم يتنقع بالحامض ويتنقع بالخل الأبيض. كيف سويناها؟ نفس الشيء. بس المشكلة أنه ما نشتريه يعني معلب. يعني همس يطلع صوت من المعلب. اي طبعا طبعا طبعا. نعم. قصدك مجمد غير؟ اي نعم نعم. شوف هو مو مشكلة يعني. أنت نقع بالطريقة مالتي اللي هو الحليب. لا تستغرب. الحليب نعم. الحليب. ما راح تحس اي طعم بالحليب، لكن الحليب يتخلص من الزفره ويعطيك ايضا طراوه للدجاج. بعدين نسوي له صلصه، استخدم الصلصه بيها هذا الصلصه بالصوص مات الدجاج، استخدموا هذا شنو هذا؟ هذا معجون الفلفل الاحمر اللي هو هذا. نعم. معجون الفلفل الاحمر مع شويه بهارات، شويه ثوم مطحون، بصل مطحون، بابريكا مدخنه، تمام؟ نعم. ويا هذا يعطيك طعم كلش طيب. اذا شفت انه الزفره اكثر، خلي شويه صويا صوص. صويا صوص. نعم. تتخلص من الزفره حبيبي انت. تامر. تمام. زين، عندنا اكو شيء ثاني. قول حبيبي. شغله ثانيه. قول. الكيكه اذا عندنا هلنا من يسوون الكيكه؟ ايه؟ تهبط، يعني ما تنبخ. تهبط عده اسباب. اول شيء خفق البيض. خفق البيض مع السكر مهم جدا لمده تقريبا 3 دقائق اقل شيء. بعد 3 دقائق هذه يلا بعدين انا اجي اخلي لها السكر، عفوا اعطيها الطحين، يكون الفرن مشتغل قبلها بوقت ايضا مهم. بعد ما يكون عندك الفرن مشتغل قبلها بوقت يعني تقريبا 5 دقائق، درجه حراره 185، يكون الفرن بحراره فوق وجوه، امورك تمام. هسه راح ابلش اسوي الصوص مال نازك. اخذ اتصال هاتف. الو مرحبا. الو. عيني عذراء، شلون الصحة؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا. وامرين عيوني. بي طريق المحلبي. المحلبي تامرين امر. تامرين يا امر. يا سلام. هذا الباذنجان المشوي ارجع اخليه مع البابريكا. تمام عيوني، تمام يا عيوني، تمام تمام يا قلبي، تمام. شو راح يصير عندك طعم هسه للباذنجان هذا بعد ما حمسته؟ يا سلام. اذني ارجع احمسه حتى على راحته. زين، ارجع اخلي له شويه لبن. اللبن اللي راح استخدمه يكون عندك لبن زبادي، تمام. يا سلام سلم. شفتون التكه شلونها؟ تقعد تقلبها. الله، على راحتنا. حلقوم اليوم ناكل حلقوم. الله، شوف يا كابتن، شوف 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 اللي بالاطراف شويه بعد يرادلها. ها يرادلهن. نجي ناخذ هن الحبشكلات. ها زين عيني، زين يابا. ملح خليت لها. هسه ابلش
اسوي الباذنجان بهذا الشكل، احمسه بالزبده زيت الزيتون والحبشكلات الباقيه واخلطها مع شنو؟ مع معجون اللي هو معجون الفلفل. فتتخيل وياي نكهه الثوم والبهارات اللي صارت عندي باللجعه مالت القهوه. الله الله على هاي اللجعه، الله الله عليك الله، مع شويه الزبده. هذا كلها، كل هذه الوصفه تقدر انت تسويها، تقدر انت تسويها على الحطب على الفحم يعني. حتى الباذنجان هاي نفس الطاوه تخليها على الحطب وتخليها تظل تسوي بيها لحد ما يصير عندك شنو؟ فول سعاده. يا سلام، بدون راشي بدون شيء، بس لبن فت خاشوكتين نخلي لها لبن او ثلاث خواشيق حسب الرغبه. بسم الله، هاي وحده، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. نص النار عالية، اتركها على نار هادئة. راح أجيب نعناع وأخلي لها شوية نعناع، يعطيك طعم كلش طيب. وبعدين نص النار عالية مثل ما اتفقنا، وأتركها بدرجة حرارة اللي هي درجة حرارة شنو؟ درجة حرارة هادئة جدا. هذا يخبل. اكو؟ يلا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام اغاتي. والله مجالي في عافية. تفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني انت. شلون الصحة؟ وامرني. تفضل حبيبي. حبيبي وياك ابو امير من الصدرية. يا اهلا وسهلا. ممكن شوي بس تصين التلفزيون؟ ده مطعم هاني. ايه؟ جاي يطلع عند الدجاج بزفر. تكمل الدجاج بها زفر. الدجاج زفر يطلع لك؟ هم تكة الدجاج يطلع زفر. سهلة، شوف الوصفة اللي راح اعطيك اياها. راح تكون عندك تتخلص من كل الزفرة تكون موجودة اكيد بالدجاج. بسيطة بسيطة، هاي بسيطة. دائما صدر الدجاج تصير به مشاكل، يعني من نريد نسوي هنا التكة اللي هو الطاووق او تكة الدجاج، لازم يتنقع الدجاج لمدة لا تقل عن تقريبا الساعتين، ساعة ساعتين ثلاث ساعات اكو بيك اربع ساعات. مهم جدا انه غسله احنا بالخل والحامض، ونخلي له احنا هنا مثل ما ذكرت حسب الرغبة، ممكن اخلي له شويه من الصودا او ممكن اخلي شويه من البيكنج باودر. السبب هنا انا شنو انه اخلي انا شويه من الصودا او البيكنج باودر هو انه حتى شنو الدجاج تكون طري او تكون هشه وخفيفه. اما شلون اتخلص من الزفره فهنا نجي على الصوص الثاني اللي انقع به الدجاج. لبن، اخلي معجون فلفل احمر، معجون فلفل بارد، اخلي بابريكا، ثوم مطحون، بصل مطحون، واخلي وياها شنو؟ اخلي وياها ايضا خل. اخلطهم كلهم بالخلاط واخليهم على التخميره واتركه يتخمر لمده تقريبا 4 إلى 5 ساعات. بعد هنا اشيش واشوي ولا اروع من عنده. اكو ممكن تخلي له شويه من زيت السمسم. طبعا اكيد هو نوعيه الدجاج هم تلعب دور مهم. كنا نعرف انه لازم ان يكون الدجاج كان حتى ولو ان يكون فريش او حتى لو مو فريش، حتى لو كان مجمد لازم انه يفتح عندك. يعني شنو؟ يعني مو هو جامد، لازم تركه تنقعه حتى يصير عندك تمام التمام. تعال شوف هنا التكه شلون صارت بالصوص مالتها، يا ابي بالصوص مالتها انبهر وتخبل وكلش طيبه. الهم من هذا شنو عندك؟ عندك هذه، هذه كلش طيبه، مو طيبه عاديه يعني، مو اكو شيء طيب واكو شيء كلش طيب. هذه كلش طيبه، كلش طيبة. هذه لذيذة جدا، وهذه لذيذة جدا مع شوية التكة الحلوين. يا السلام يا السلام يا خلدون على اليوم. تعال شوف شوف، تعال تعال تحرك هنا، تعال تعال وشوف السأسأة، شوف السنس لك، شوف الجمال. اول جيمي شلون الصحة؟ عجيب. هاي خليها هنا هيك، هسه احنا نقلب بين على راحتنا. شي نخلي هنا شي هنا الحلو بيه، اكو صوص يصير هذا، شوفوه
تعال شوف هاي، تعال هاي بيها سنس اكثر، هاي بيها سنس اكثر. هاي شنو باع الصوص اللي ينزل منها، الصوص اللي ينزل منها، اهم شيء الصوص اللي ينزل منها. عيوني انت يا بعيوني انت، دخلينا دخلينا الله يخليك، دخلينا دخلينا نقلب باللحمات. هاي هم تجيبها هنا حتى امورنا شو تصير، امورنا تصير فول سعاده. تعالوا يمي راح اسوي لكم زلاطه اليوم مختلفه ايطاليه، من علي نازك التركي الى هذه الوصفه الايطاليه. اي نوع طماطه ممكن تجيب، اي نوع طماطه ممكن تجيب عادي جدا، ما عندي اي مشكله. عندك هنا شنو؟ اوريجانو، ريحان، ملح، عصير ليمون، وثوم. طبعا مثل ما تشوفون هنا الثوم، شوفوا هنا المكونات الباقيه اللي عندنا، كلها مكونات حلوه وسهله وبسيطه. بهذه الوصفه راح اشيل هذه لانه صارت. تعال كابتن صبوا لي هذا بهذا الشكل. ها حبيبي اي تشبهها، توزع لي هذا الجمال هنا بهذا الشكل. علي نازك تعال ابني، تعال شوف تفرج علي نازك، تفرج الجمال هنا، وانت قول لنا بعد علي نازك، علي نازك عيوني، علي نازك اغاتي تيجي تخلي لها شويه. وين هاي؟ ها سمكه حاره انشوفه، هاي انا اسويها بالانشوقه، سمكه الحاره، سمك اسمه انشوقه. راشي وكعك مطحون او جوز وشطه، وعيش ايامك كابتن. بيها جوز، بيها جوز وشطه حاره نار. اذا تشوفون هنا الموضوع طبعا اكيد تفلس تكايه تكايه، وتتخلى وين؟ تتخلى بالوسط، تكايه تكايه بالتركي، تكايه تكتكه 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 تكتكه. هذا بها كميه وافره من الزيت، شلون نسوي كانما طماطه لاجعه تقريبا بثلاث خواشيق. هذا الزيت لازم يصير ساخن حتى ابلش انا اخليلها الطماطه والثوم تمام مع بعضهم البعض، واترككم اكو يشويهم، ممكن تشوها وممكن لا مثل ما انا راح اسوي. يابا شلون طعمها؟ شلون ريحه؟ الله يخليك، شلون ريحه يابا. نجي نخلي الثوم مثل ما هو بهذا الشكل. جبت هنا الزعتر الاخضر البري، طبعا اكيد يكون مهم جدا الزعتر الاخضر البري، بس باع الجمال هذا الزعتر الاخضر البري. الله 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 الله. وهذا لازم هيك لازم، شوف تمام. وبعدين نذب قطع من عنده حتى شنو، حتى تشبع الدهن، يتشبع بهذا النكهة وهذا الطعم. بدت السأسأة، بدت السأسأة، بدت السأسأة يا كابتن. عندك هناك شنو؟ عندك هناك ريحان، ريحان احنا الايطالي ما عندنا، ما موجود هواي بالسوق، واذا لقيته قولوا لي، لانه انا صاحبي كل ما يروح يقول ما يلقى، فجبنا الريحان مالتنا العراقي. هذا الريحان العراقي ما يتكلع على النار، لازم يبقى شنو؟ لازم يبقى بارد تمام. فانا سويت هنا نقعته، هسه انا نقعته بشنو؟ نقعته بالليمون، خليته شويه نعناع يابس، وراح اخلي له شويه ملح تمام. هذا الريحان مالتنا، حتى ايش قلنا؟ هذا الريحان مالتنا، هذاك الريحان هذاك غير شكل، هذاك اللي تخلى وين على البيتزا ما يحترق، هذا يحترق، هذا بس تلج على نار يحترق، يسود على السريع. راح اجي اخلي طماطه، اوبا اوبا اوبا، هنا لازم ابلش اغطي،
ليش تغطوها؟ لانه هاي طماطه. قول حبيبي كابتن شنو عيوني؟ شو تريد اوخر لك؟ تعال يا امي تعال تعال على نازك بعد ما نخلص. لا يا بلا بس باوع باوع دباوع التكة وين تتخلى كابتن؟ فوق السأسة يابا فوق السأسة أغاتي مع الصوص على نازك ده شوف على نازك ده شوف لو ما ده شوف لو ملتهي بالشغل أولي والله حلقوم والله بالله حلقوم هاي وقعت لي والله مو لان انا مسوي مو لان انا مسوي حلقوم حلقوم ايه طعم رائع جدا شوفوا النكهة هذه نكهة مميزة والله ها كلام حقيقي هذا كلام حقيقي سهل بسيط اكو شغلة بيها بالله العظيم كأنما انه احنا شاوي ماكو فرق اي فرق ماكو اي فرق ماكو انا لازم ابلش اسأسأ المكونات بهذا الشكل طعم نكهة كلش طيبة كلش لذيذة من بين ما انا اتركها لحد ما الطماطة تاخذ الله حلوة ليش حلوة حلوة رجعت كان والله كانت اللقطة حلوة والله كانت اللقطة حلوة هم ترجع تخلي لها بهارات شوية لأن على نازك ما يقبل مشاهدين الأحبة راح أسوي لهذا اليوم نوع من الحلويات أيضا السريعة السهلة البسيطة لكن بعد الفاصل وديك السأسأة أن عليك لقيك السأسأة هذه يعني نقدر نشويها بالفرن ها ونقدر انه احنا ما يحتاج انه نشويها بالفرن نفس الريحة نفس الطعم باعوا هنا انظر 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 يا ابني وتعاين وانظر الى الجمال الجمال هنا والكمان ما عندنا كمان ايطالي يابا ايطالي احنا دا نشتغل شغل ايطالي هسه تحولنا من التركي اشتغلنا ايطالي شوفوا هنا هذا الجمال هذه اللوحة الفنية يا سلام شلون جمال هذا طبعا هنا استخدام يعني شغلتين اثنين ها عيني اللي هم يعني هنا يعني عندنا هنا مثل ما تشوفون مثل ما تشوف هنا راح يكون عندك هنا شويه الطماطه ممكن استخدم اي نوع طماطه طبعا اكيد هنا ممكن استخدم طماطه مالتنا الخاصه اللي هي طماطه مالتنا يعني تمام تصفوها من الدهن طبعا هذا الدهن طعمه خرافي هذا ما هذا هنا صار عندي دهن سبيسيال هنا لا صار عندي دهن سبيسيال نكهة الثوم ونكهة الزعتر الأخضر البري أعطاها نكهة خرافية طبعا أكيد بعدها يكون عندك هذه كاملة مكملة ملح بيها ملح ملح بيها من يقول خاف خاف ما بيها ملح اجي اخذ هنا السأسأات مقليه انا بخدمتك
والله أنا كلش بخدمتك. ويا الثوم كابتن، بدون الثوم آسف أعتذر. ويا الثوم وتخليهن وين؟ الريحان أبو الحامض، الريحان أبو الحامض. بعدين تجي توزع حبشكلاتك بهذا الشكل. يا سلام، تجي تاخذ حبشكلاتك وتخليهن بهذا الشكل. زين يابا، يطلع عندك الطبق الا خرافي، الا خرافي يطلع عندك. ابني اخذوا لي يدي، هذه الثانية نفس الموضوع. اجي اخلي هنا الحبشكلات، كلام حقيقي ها. اجي اخذ الطماطه مع الثوم مع الزعتر الاخضر البري مع الاشياء الجميله، ارجع مره ثانيه اخلي لها هذه الحبشكلات، نظافه بس سريعه. زين، حرفيا 1550 عافيه والله. وشنو يكون عافية تنطح عافية؟ والله يعني عافية تنطح عافية. هاي عندي أنا، هذه ما يعني عندي هاي العادة ما أعوفها أبد، اللي هي فرط الحركة. علي نازك وينه؟ مهم علي نازك، علي نازك يعني وصفة جدا مهمة. على نازك يابا بعد، غير هو على نازك، هذي يخبط. ايش عندنا؟ عندنا الحلويات، بس قبل الحلويات كابتن الله يخليك. كابتن الحلويات صايرة. والله. طبعا. كابتن بس دباع هنا. طبعا كابتن. كابتن اكو شغل هنا، اكو شغل. اكو شغل فعلي. زين؟ هذا الشغل الفعلي. قل لي كابتن ايدك تدخل كادر حماس، شنو هالكلام؟ تعال تعال يا ابي، اكو فنده ينصنع هنا أنا كابتن. يلا دباوه باعه، يلا اخذ 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 كابتن، اخذ استانس استانس. مقادير الكيكة على السريع، كيكة سهلة وبسيطة وسريعة كلش خفيفة. أهم شيء هاي بيها، أهم شيء هذا، أهم شيء الدهن بيها، أهم شيء الدهن، وأهم شيء عندك خفاقة بالبيت. أهم شيء هذا الموضوع، خفاقة موجودة أمورك طيبة، خفاقة ما موجودة أمورك ما طيبة. وأهم شيء الشفوف. لا شلون جمال هذا، يا سلام يا سلام على الجمال. شو اسمه هذا الطبق الاول؟ على نازك، على نازك يابا، على نازك عيوني. فخاشوكتين يابا دهن، خاشوقه واحده، يلا خاشوقه واحده، عندي بيضتين اثنين. ايش دعوه خاشوقتين؟ ايش دعوه؟ ايش دعوه ابني؟ تعال بدون سوالف هواي. البيضه الاولى بالجو، البيضه الثانيه بدون كتكوت هم بالجو. زين حتى تخلص من الزفره اخلي الفانيلا عيناي وراها. اشتغل يابا، اخفقني يا عين اخفقني. دهن وبيض وامورك طيبه. زين تجي تخلي لها شنو عيوني؟ تخلي لها سكر حلوة الدنيا، سكر. وخلطني يا عيوني، خلطني على نازك يابا. هذا ترى ما شويناه بالفرن هذا اللحم، والله ولا على الفحم بعد، هذا حمسناه بالدهن، والله العظيم حمسناه بالدهن. بس راح اذا سويتوها نفس الوصفه ماتي، نفس الوصفه مثل ما انا سويتها، ماكو ما راح تميزه. ها اذا كان فرن او كان اذا كان على حطب بعد انا ما عنده وقت، يعني اكيد ان انا اللي عندي شويه يعني راح يطول الموضوع. كان ممكن انه انا اسوي جمرايه واخليه واقبغه، اخليه ياخذ هذا طعم الشوارع.
بس ما يحتاج نكهة الزبدة ونكهة الزبدة مكافية ووافية يعني. يا سلام يا سلام سلم. هنا ممكن تخلي بهذه المرحلة نخلي ممكن مي أو ممكن أخلي شنو هنا ممكن أخلي حليب يعني مثلا ما أريد أصير كل شوية دسمة ذاك بس ها شوية ها ها هسه راح أجيب الطحين وأخلي طحين بعد شوية طحين عيوني بخلطني يا عيني خلطني بالهداوة 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 بدون فرض حركة بالهداوة واخلط المكونات لحد ما تتشكل عندك العجينة الصحيحة. هذا الحلو بالنوع من الحلويات انه جدا خفيف وجدا بسيط. تنسى شغلة جدا مهمة بيها هي البيكنج باودر. مرات اذا نسيتوا البيكنج باودر وما خليتوا ما راح تنفش عندكم. جاهز 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 جاهز. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا عيوني. الو جاهز جاهز. الو الو ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا عيوني حماس وراها عيني توزع الدهن منات وناخذ اتصال. الو عيني. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اريد اعرف هاي الباذنجان شلون صار احمر؟ شلون صار احمر؟ اي مو تامرين امر. اي والله شكرا. دلل عيوني انت. يلا اطلع لنا بالمقادير في دول قلبك. شلون صار احمر العب؟ خلينا معجون اللي هو معجون الفلفل الاحمر. تمام عيوني؟ وخلينا بابريكا مدخنه. باذنجان مشوي حمسناه مع المعجون الفلفل الاحمر. وصار احمر بهذا الشكل. خلوا لي طبقه واحده بس خفيفه سهله وسريعه. هذه الطبقه توزعها على كل القالب بهذا الشكل. وينه بعدين اوزعها بهذا الشكل. تشوفون شلون عيوني؟ تشوفون شلون قلبي؟ تيجي هنا انا شو تسوي؟ تاخذ المربى وتبلش توزعها بهذا الشكل لا على التعيين على طبقة ثانية. يا سلام لا تخاف أبد من عدها. تمام تمام قلبي تمام عيون. اللي بعده كابتن شو راح تسوي؟ راح أجيب تخلي طبقة فوق المربى بهذا الشكل قلبي بهذا الشكل. قوم تخلي الطبقة الثانية. قوم عيوني قوم يسويها. قوم لا تتعزين. قوم قلبي أنت قوم قوم. يجي الرجال تعبان خطية يريد له حلويات يريد له علي نازك يا ابي علي نازك يا ابي. وراها توزعها بدون ما تضر بالمربى في دول قلبك. تروح باي باي. عدلوا قبل عدلوا قبل. وين عدلوا قبل للفرن؟ شفتوا بدون ما اخرب الوجه حتى يطلع مثل ما هو. اهم شيء الوجه. يلا ناخذ اتصال هاتفي. بيان مرحبا. بيان السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شلونك عيني؟ يا اهلا وسهلا. اتمنى لك نهار سعيد ان شاء الله. امريني. انا بس اريد طريقة الشيبس. شنو هي؟ شيبس؟ سهلة سهلة. موس. طبعا اكيد بعد ما شفنا هنا هذه الوصفة سهلة وبسيطة وسريعة. كل الوصفات هي بسيطة جدا وسهلة وسريعة. هنا راح نسوي عصير الراحة والامان. عصير الحب والوهان لكن بعد الفاصل. يعني الأطباق كلش سهلة وكلش حلوة وكلش سريعة. على نازك اليوم وسلطة وهسه ليش هيك ابني ليش؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي. تيجي بعدين هاي شو تدلعها؟ ايه لا طبعا يرادله والله يرادله.
مهم طبعا. بعدين ايش خلينا هنا سكر ها؟ بعد ما خليت لها السكر هسه راح ابلش اقطعها على شكل مكعبات واصبها اكيد طبعا 100%. الله 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 الله. ها وياي هو لو علي هسه طبعا علي عمره ما صار وياي هو اي مو هي المشكله اي والله شلون جمال هذا كابتن طبعا والله حكي صدق يا سلام تعال 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 حتى تعيش ايامك من صدق شوف شوف الجمال هنا شوف 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 حمص فايدة من يشوفه يحكي واي حمص قبل فايدة اي والله باكر الخميس وما اريد ازعل نباع هاي كيكة الخرافية لا كابتن لا في دول عينك لا الله يخليك لا تباع الجمال هاي اسمها عيش ايامك بعشق ووهان هاي اسمها عيش ايامك مبروشية صحوها اي مبروش ما بيها تمام عبارة عن طبقتين اثنين مال كيكة تكون محشية بالمربى هسه اطلع لك بالعصير الله يخليك خلينا نكملها خلينا نكملها في دول قلبك في دول عينك ما يحتاج ما يحتاج هذا السكر البودر كفي ووفي يعني تريد قرنشه مثلا ايش اسوي قرنشه هاي قرنشتها سكان شاي زين هاي شوي ليش تلزق لانه المربى استغلنا بيها هي مو مربى خاصه مال حلويات زين فمرات هنا تشوفون انه انا قصدت انه خليت لها طحين كمية زينة يعني رشة طحين بالقالب حتى لا تلزق اخاف ينزل ويبرد زين يجينا عدل باعوا هنا شوف الجمال شوف هاي ليش اكو كرزايا واقع شوف الله الحلو اللشعة مالت المربى اللي بيها هذا الحلو اللي بيها وعيش ايامك كابتن عيش ايامك بحب شوفوا شلون شوف شلون شوف شوف طبقة مربى وطبقة كيك طبقة مربى وطبقة كيك قدرنا حتى نفسها هذه هم نعطي نخلي هذه مو طيبة هذه مو طيبة هذه كلش طيبة والله كلش طيبة هذه كلش جميلة يلا اطلع بالعصير اطلع لي بالعصير طلع لي بالعصير يا سلام سلم على العصير شنو العصير بي كركديه كركديه لا شلون لا هذا كركديه اسمع هذا الكركديه الى البشرة الجميلة الى الاعصاب التالفة شكو واحد اعصابه تالفة خلي يشرب هذا العصير هذا العصير اسمه انا اسف من الاعصاب التالفة راح اخلي له شويه من جيبي من عندي شويه توت حتى نطي شنو نطي سنس نطي سكر حلوه الدنيا سكر نطي شويه ماي ورد شويه مو هوايه لا ترسون ماي ورد الله يخليكم واجيب الكركديه المفور بكل المكونات مالته دارين اداريك بشويه من شنو هذا شنو خليت الايس كوفي تجيبون هنا أنا اي مشروب غازي اي مشروب غازي طبعا اديره لا شلون لا عود يعني عود اطلع شو اسمه اطلع بالجو مشاكل كابتن انا راح ابلش اخلي المشروب الغازي اختراع يا كوتش هذا روح ألف عافية روح بالجو روح ما يشتغل مو يشتغل
ولا يابا يشتغل عيني يشتغل. إذا اشتغل هسه بالكركدي والله بالكركدي أوقع لك دق بالكركدي أوقع لك دق. هنا أنا شنو يصير عندك بينك وبين نفسك؟ يصير عندك الحب والوهان، عشق الأبدي، عصير الجميل. يا سلام سلم على هذا العصير، عصير متكلم، عصير شنو؟ متكلم، متكلم. شوف شلون جمال، شوف بقى الكركديه هذا غازي، هذا هذا منها تضرب سمك سلطان، شو اسمه هذا، شو اسمه اغا بيك، ما ادري شنو بيك، علي نازك، علي نازك تاكل منها علي نازك، ورا شنو، ورا يراد لك هيك موضوع زين. علي نازك وينك؟ اي يا علي نازك، هلا عيني علي نازك اغاتي، هلا يا ابي هسه راح ينزل هسه علي نازك. وجبتنا الاولى لهذا اليوم وراء هذا الطماطة والثوم والريحان بالأوريغانو، وسوينا أطيب مبروشية بالعالم، أي مبروش ما بيها طبعا، بس هي اسمها مبروشية يعني، حتى إذا طبيتوا على جوجل راح تشوفون كيكة محشية مربى. على كيفك، على كيفك، لا بالكركدي هسه كابتن كابتن يراد نتل، كابتن رحم على والدك يراد نتل، نتل نتل يراد له، حتى مع عصير الراحه والامان، عصير الحب، عصير العشق، كركدي غازي. عيش ايامك، عيش ايامك، عيش ايامك. اني اثارني الفضول وانتابني الشعور، أثارني الفضول وانتابني الشعور أنه أجرب عصير الكركديه، ومع ألف سلامة.